إذا النتائج اللي طلعت معانا بعد ما جهزنا التجربة وعملنا الديليوشن اللازم طلع عندنا الوقت في الدقيقة مع الأبزوربانس اللي طلع عندنا بالجهاز هاي القراءات اللي طلعت عندنا at time 0 1.415 at 5 minutes 1.271 at time 10 minutes 1.172 على 15 دقيقة 1.065 وعلى 20 دقيقة 1.011 فإذا بدنا نرسم الرسم الآن ما بين الكونسنتريشن والتايم. فالمطلوب منكم من أول شيء نحول الأبزوربنس لكونسنتريشن. كونسنتريشن استخدام هاي العلاقة بعوض هون الأبزوربنس محل الأبزوربنس وبحسب الكونسنتريشن بالملي جرام بير ان. إذا هاي أول خطوة. الخطوة الثانية نرسم العلاقة ما بين الكونسنتريشن والتايم، نشوف كيف التركيز بتغير مع الوقت. إذا كان التركيز مع الوقت بيتغير بشكل خطي معناته بيكون إيش؟ zero order reaction. إذا طلع الكونسنتريشن والتايم بيتغير بطريقة غير خطية بجرب أرسم لوغاريتم الكونسنتريشن والتايم، وإذا طلع العلاقة خطية معناته إيش؟ first order. إذا ما طلع العلاقة خطية بجرب أرسم اللي هو الواحد على concentration with time، إذا طلعت العلاقة خطية بيكون إيش؟ من second order. فهيك بهذه الطريقة أنا بحدد the order of the reaction. بعد ما تحدد the order of the reaction بتيجي مثلاً طلع لنا first order، من الرسم هنا بحسب the rate constant. كيف بحسبه؟ من ميلان الخط هذا مثلاً هو الـ slope يساوي minus k على 2.303 بالنسبة لـ first order، وبالنسبة لـ zero order الـ slope يساوي minus k zero. بالنسبة لـ second order زي ما حكينا قبل شوي أو على بداية الكرة الـ slope يساوي k. أوكي. طلعت الـ concentration. طيب حاول الـ absorbance الـ concentration. ورقة إما ورقة رسم بياني ترسم الرسم على ورق رسم بياني أو على الكمبيوتر على برامج اللي بترسم الرسم البياني زي الإكسل، وبتعمل كير فيتنج يعني برضو هاي البرامج بتقدر أنت اللي بيعرف يستعملها يعني بتقدر يعني تعمل عليها منحنيات رسم لينير ريجريشن. أنا بس ألاحظ هون إذا مرة ثانية نعيد تايم زيرو هو تايم يعني خلينا نحكي مش حقيقي يعني الزمن الصفر. مرة ثانية الزمن هون يعني لو عملنا شيفت خمس دقائق زدنا خمس دقائق على كل الزمن كل المنحنى بنحركه على محور السينات بنحركه بمقدار خمس دقائق باتجاه اليمين، بس ما بتغير شكل المنحنى لأنه هون على محور السينات عندنا تايم ما راح يتغير شكل المنحنى، السلوب ما راح يتغير. فإذا الغايات اللي موجودة عندنا هون بهاي التجربة اللي هي حساب الكير ريت كونستنت الزمن ما بيأثر. يعني لو أخذنا هنا لو زدنا خمس دقائق على كل الزمن هون زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة ورسمنا الرسمة راح يطلع المنحنى بنفس الشكل والميلان السلوب راح يطلع نفس السلوب تمام، وبالتالي الهدف اللي إحنا عندنا اللي هو شكل المنحنى والسلوب الزمن لو بدينا بصفر أو بدينا بخمسة ما راح يأثر. تمام؟